الاخوان الاخوات، السلام عليكم. كما كتشوفوا معنا في الفيديو هذا جبنا لكم خرقوم خضر. كيسولوني بعض الناس على الخرقوم الخضر كيدير. هذا هو الخرقوم الاخضر، ها هو داك اللي كتشوفوه غليظ هو الخضر، ها هو يابس صغير. هذا الخرقوم هذا الاخضر كيتستعمل، واحد الفائده اللي في هذا الخرقوم ما عرفوهاش الناس، وهو فعال للضعف الجنسي. كيتستعمل في علاج بوسفير، وكيتستعمل في لي ماسك ديال الجميد ديال الكلف، يحيد الكلف. وكايضا كيتستعمل هذا الخرقوم الاخضر في يعني مشاكل ديال الجهاز الهضمي، مطهر للجهاز الهضمي. وايضا هذا الكركم كيتسمى بالكركم، وكيتسمى كيسميه بعض الناس بالورس الورس. وايضا يسمى بعرق الصباغين، يعني عرق الصباغين. هذه هي الفوائد المهمة في الخرقوم، يعني الضعف الجنسي، المشاكل الجهاز الهضمي، البوسفير، وتستعمل في ماسك ديال الوجه بالنسبة للنساء. هذا كل شيء اخواني اخواتي، والسلام عليكم.